ونبتدي فقرتنا النهاردة وتقرير للزميلتين هند فوزي و تقرير من سوهاج. عزومة الأهل والأصدقاء من الطقوس الأساسية في الشهر الكريم، فهناك بعض الأمور التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل عزومة رمضان، بأن يكون هدفنا الأول من الدعوة هو لم شمل الأهل والأحباب في هذه الأيام العطرة، لذلك لابد من الابتعاد عن البذخ ومراعاة ميزانية الأسرة. اولا في سفره رمضان انا بعز جدا الموائد الرحمن اللي انا بعملها تبع المؤسسه او تبع الحزب. انا بعز الموائد الرحمن اللي بتتعمل في الشوارع وبقدم فيها كميه من الوجبات الساخنه. اما بالنسبه لبيتي الحمد لله هو ده الشهر الوحيد اللي بنقدر نتجمع فيه كلنا ونقعد ونتجاول، ممكن يبقى فيه شد شويه بس برضه ربنا ما يحرمش حد من بيته. اهم حاجه سفره رمضان، بنفطر في وقت واحد، بنسحر في وقت واحد. ريحه رمضان دي يعني وحشانه قوي، والعزايم واللمه والحاجات الحلوه دي، فحتى لو كان الوضع الاقتصادي يعني شويه بعافيه، ولو في عزومات وفي روح وجاي، ولازم نخلي ولادنا يتعودوا على كده، نزرع فيهم اللي احنا لا النهارده رايحين عند تيتا، لا النهارده مع اصحابنا، حتى لو بحاجات بسيطه، كل واحد يساهم باي حاجه على قده، مش ضروري بقى الولايم الكبيره ونرمي نصها، لا احنا الغرض من ان احنا قعدتنا ان احنا نلم ولادنا حوالينا، نلم اصحابنا، دفء العيله. انا دايما في كلمه ترن في وداني دايما، ان صله الارحام تطيل الاعمار وتزيد الارزاق. فانا دايما يعني الكلمه دي تتردد يعني عليا، ان صله الرحم تطيل العمر وتزيد الرزق. فاعتقد ما فيش بعد الكلمه دي ان احنا كلنا نكون حريصين على صله ارحامنا في الشهر الكريم. طبعا بحب اكون حريصه ان اولادي وزوجي وقرايبي واخواتي واخوات زوجي ان هم يكونوا مشاركين معانا في الشهر الفضيل، وده بيزيد البركه والفرحه في بيتي، وبيزيد احساسي بالشهر الكريم وفرحتي بيه، وبفرح والصايمين بيفطروا وبيدعوا لي، دي بتبقى حلوه قوي قوي يعني. فربنا يكرمنا دايما ونصوم رمضان السنه دي واللي جايه واللي جايه ولسنين عديده ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين من علينا بنعمه الزمان وبنعمه المكان اللي احنا في الايام الجميله دي، ايام شهر رمضان. طبعا انا موضوع من فطر صائم طبعا بيبقى ليه الاجر، فما بالك بقى يعني صله الارحام كمان لما تزيد فضل مع فضل الصيام، ان الاسره بتجتمع على مائده الافطار في رمضان بيبقى ليها مذاق خاص. الناس بتستنى الأسرة، بيحكي حكايته، بيبقى في نوع من انواع المرح، نوع من انواع الدعابه، جو الاسره الجميل اللي احنا مفتقدينه في زحمه الحياه. بلاحظ الفتره الاخيره دي الكل منشغل بشغله بدراسته، يوم اصبح مليء بالاحتياجات، فبنقول فرصه جميله قوي ان يجي رمضان علينا، اللي احنا فرصه لنا اجتمع باولادي واحفادي، بيبقى ليه طعم جميل جدا في اطار الاسره، وبنحس فعلا بلذه رمضان بتاعت زمان، اللي احنا التجمعات الجميله الاسريه الجميله دي اللي بتخلي فيه بتزيد الروابط بين الاسر وبين بعضها يعني. ولا افضل من شهر الرحمه من ان يتقرب المسلم فيه لربه بصله رحمه ابتغاء لمرضاته وعظيم ثوابه، وإزالة لما يقع في النفوس من شحناء، فالمبادرة بالزيارة والصلة وإن كانت شاقة على النفس ولكنها عظيمة القدر عند الله.